يمكن الفرحة اللي موجودة في أذهاننا وفي قلوبنا وفي أرواحنا بالمناسبة كمان بما يحدث الآن الحقيقة يعني أكبر بكتير من أنها توصف إحنا بنتكلم على زي ما حضراتكم بالتأكيد عارفين وتابعتوا مع زملائي في نشرة التاسعة أنه حركة حماس وقفت على الاقتراح والجهد المصري في وقف إطلاق النار على الأراضي الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة وده شيء كان كبير جدا جداً ومهم جدا لك أن تتخيل قدر استطاعة خيالك للوصول مدى الجهد زي ما كنت بتكلم مع زمايلي الجهد اللي بذله المفوض المصري الضغوط اللي مارسها المفوض المصري على كل الأطراف علشان نقدر نوصل لهذا المشهد الاحتفالي في قطاع غزة مصر يا سادة يا كرام قامت بدور تاريخي لم يكن أحد يتصور على الإطلاق لم يكن احد يتصور على الاطلاق اديكم شفتوا كل عواصم الدنيا كل عواصم الدنيا كانت بتتكلم على وهناك ضروره ملحه لوقف اطلاق النار على في قطاع غزه فلسطين يجب وقف هذه الحرب فورا يجب ان تعمل كل الاطراف على ايقاف هذه الحرب مصر قامت بدور عظيم ودور تاريخي اولا لاجل الانسان والمواطن الفلسطيني اولا قبل كل شيء يجي بعدها الامن القومي العربي يجي بعدها الامن القومي المصري طبعا مما لا شك فيه يجي بعدها امن الفلسطينيين والحفاظ على حياتهم والحيلوله دون اراقه المزيد من الدماء الحيلوله دون ارتقاء المزيد من الشهداء الحيلوله دون ان تتصاعد او تتزايد اعداد المصابين والشهداء وما الى ذلك مصر بذلت كل الجهود الممكنه على كافه الاصعده أقدر أكلمك على الدور المصري تاريخيا وكمان أقدر أكلمك على الدور المصري بدءا من يوم 7 أكتوبر 2023 الدور اللي بذلته مصر أولا علشان وصول كافة المساعدات قدر استطاعة أي بني آدم علشان نقدر نوصلها لقطاع غزة علشان خاطر الناس تقدر تعيش وتاكل وتشرب علشان الناس تقدر تتعالج علشان نقدر نضمد جراح المصابين علشان نقدر ننقل المصابين ويجولنا في جمهورية مصر العربية ويبقوا جوه المستشفيات المصرية ده كان جهد هذا الجهد بذل من كافة المؤسسات من الدولة المصرية من فخامة رئيس الجمهورية الكل كان يعمل دون هوادة ودون نوم أجزم أجزم بانه ما حدش كان بينام على الاطلاق. لو احنا بنتكلم بشكل واقعي عدد ساعات النوم هتلاقيها اقل اقل القليل من 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظه. خد بالك من 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظه اقل القليل، ليه؟ لانه في النهايه خالص كان لازم نوصل لهذا الوضع اللي هو وقف لاطلاق النيران في قطاع غزه. احنا بنتكلم على دوله بذلت الغالي والنفيس. ومارست كل أنواع الضغط على كل الأطراف علشان خاطر المواطن البني آدم الإنسان الفلسطيني توصلوا المساعدات ده واحد اتنين نحن نوقف هذه الحرب قدر الاستطاعة